نعم كاترين، بالفعل على الساعة 9 صباح اليوم تقريبا بتوقيت بروكسل توجهت أو طلبت سوريا من الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية الحماية المدنية، وهو ما كان يلمح بالمناسبة إليها الاتحاد الأوروبي بأن سوريا حتى الآن منذ اليوم الأول للكارثة التي حصلت في سوريا وتركيا، قال الاتحاد إن تركيا فقط هي من توجهت بتفعيل آليتين عمليا، هي آلية التضامن وآلية الحماية المدنية، وبالتالي الاتحاد الأوروبي وجه مساعدات كفرق إنقاذ على الأرض إلى تركيا. ولكن سوريا حتى الأمس كان أيضا هنالك تصريحات من قبل الاتحاد الأوروبي يؤكد بأنه لا يوجد أي مانع في حال تقدمت سوريا بهذا الطلب من إرسال المساعدات الإنسانية أو حتى إرسال الفرق، فرق الإنقاذ وفرق الإسعاف على الأرض. ولكن كان الاتحاد الأوروبي بحسب تصريح إيريك ميمر الناطق باسم الاتحاد الأوروبي بأنه الاتحاد في حال أراد أو في حال كان عليه أن يرسل فرق الإنقاذ فإن عليه أيضا أن يضمن سلامة هؤلاء الفرق، خاصة بسبب الأزمة في سوريا منذ العام 2011. وبالتالي كان هنالك تأكيد بأن الاتحاد بغض النظر عن قانون قيصر أو غيره من العقوبات المفروضة على سوريا سيواجه بفرق الإنقاذ. اليوم طالب الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية عملية من الدول الأعضاء بالبدء بالاستعداد لتوجيه فرق الإنقاذ أو حتى المساعدات الإنسانية إلى سوريا. اليونان هي أولى الدول التي كانت قد أعلنت بأنها على استعداد، بعد ساعات ستتوجه عمليا المساعدات الإنسانية التي كانت اليونان قد بدأت بالفعل قبل يومين بتجميعها لتوجيهها إلى سوريا، ولكنها بحسب مسؤولين يونانيين بحسب ما نشرت مواقع وصحف يونانية فقد كان الانتظار بأن تفعل سوريا، أن تتخذ سوريا الخطوة الأولى بهذا الاتجاه بأن تفعل من طرفها الآلية، وبالتالي يكون هنالك تجميع أو إرسال لهذه المساعدات، المساعدات من اليونان حتى الآن هي مساعدات غذائية، مساعدات دوائية طبية، وأيضا عبارة عن خيام. وبالتالي سيكون بعد قليل ربما نسمع كاترين دول أوروبية أخرى تبدأ بالإعلان عن المساعدات التي ستوجهها إلى سوريا، علما بأن المفوضية بعد هذه تفعيل هذه الآلية ستبادر أيضا لإرسال فرق الإنقاذ على غرار ما جرى بطبيعة الحال مع تركيا. كاترين، طيب ألم يكن من الممكن إرسال المساعدات قبل أن تفعل سوريا آلية الحماية المدنية، يعني نظرا لهذه الحالة الإنسانية لصعوبة الحصول على المعدات في سوريا، سوريا المحاصرة يعني؟ نعم كاترين، هنالك نوعين عمليا من المساعدات، المساعدات الاولى هي المساعدات الانسانيه، المساعدات الماليه، المساعدات الغذائيه والدوائيه. هذه المساعدات بالفعل الدول الاوروبيه المفوضيه الاوروبيه بدات بتوجيهها منذ اليوم الاول للكارثه الى سوريا من خلال المنظمات الشريكه مع الاتحاد الاوروبي. قال الناطق باسم الاتحاد الاوروبي بان هنالك تعاون مع الامم المتحده، هنالك تعاون ايضا مع الصليب الاحمر بخصوص ارسال هذه المساعدات، وايضا كان هنالك اعلام يوم امس بان المساعدات الماليه لهذه المنظمات العاملة في سوريا عمليا قد ارتفعت بمخصصات جديدة من الاتحاد الأوروبي. ولكن بقي الحديث عن فرق الإنقاذ، هذه هي المخاوف الأساسية بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، بالنسبة للمفوضية الأوروبية خاصة، وأن ما يجري على الأرض قد يؤدي إلى بحسب مخاوف المفوضية الأوروبية قد يؤدي إلى وضع حياة هؤلاء رجال الإنقاذ أو المسعفين بخطر. وبالتالي كان هنالك طلب تأكيد بأن هذه الآلية يجب أن تفعل لكي يتم عمليا أو لكي تتخذ الدول الأوروبية المفوضية الأوروبية بالتنسيق التعاون بين الدول الأوروبية، وبالتالي إرسال فرق الإنقاذ على وجه السرعة إلى سوريا. كما ذكرت بعد قليل ربما قد نشهد إعلانات منفردة من الدول الأوروبية على غرار ما بدأته اليونان بالإعلان عن توجيه هذه المساعدات. بطبيعة الحال سيكون هنالك ربما دخول هذه المساعدات عبر الأراضي التركية أو عبر الأراضي اللبنانية في حال ما تم استثناء هذه المساعدات أيضا من الممرات الإنسانية التي تفرضها روسيا عمليا منذ العام الماضي، ممر واحد فقط لدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا تتحكم به سوريا وبالتالي أيضا روسيا. وبالتالي الآن المطالب من الاتحاد الأوروبي بأن يكون هنالك بحسب ما غرد أيضا بالأمس مسؤول في الاتحاد الأوروبي، يجب أن تفتح كافة المسارات الممكنة، كافة الطرق وخطوط الإيصال إلى سوريا لكي يتم إيصال المساعدات الإنسانية على وجه السرعة، وأن لا يتم الاكتفاء فقط بالممر الإنساني الوحيد الذي تفرضه روسيا عمليا وفق قرارات الأمم المتحدة. يعني هل كانت لافتة مسارعة اليونان في الاستجابة لإرسال المساعدات إلى تركيا تحديدا، لا أتحدث الآن عن سوريا ولكن إلى تركيا بعد كل يعني في الأسابيع السابقة لم تكن العلاقات بأفضل أحوالها؟
كاترين ليست فقط اليونان، الحديث أيضا عن السويد وفنلندا اللتان تواجهان عمليا، خاصة السويد التي تواجه عمليا أزمة دبلوماسية ربما على خلفية رفض السويد تسليم 130 شخصية تطالب بها تركيا وفق قانون وفق ما تطلبه لتسهيل انضمام السويد إلى حلف الناتو. وأيضا كان هنالك حديث عن فصل الملف السويدي عن الملف الفنلندي، ولكن وفق هذه الآلية فإن كل الدول الأوروبية، علما بالمناسبة بأن الاتحاد الأوروبي عندما أعلن بالأمس عن أن الدول الأوروبية بدأت بالفعل أعلن عن فقط عن 21 دولة، 19 دولة تنتمي أو تنضوي تحت الاتحاد الأوروبي، بمعنى أنه لم يتم ذكر السويد وفنلندا بالإضافة إلى ألبانيا والجبل الأسود. ولكن بيان الناتو الذي صدر بالأمس كاترين كان قد تحدث عن أن الدول الناتو بمجملها بالإضافة إلى الدول إلى السويد وفنلندا وجهت أيضا مساعدات إنسانية ومساعدات غذائية إلى تركيا، بالتالي كان هنالك ربما تجاوز لهذه الأزمة من قبل هاتين الدولتين وأيضا من قبل اليونان، باعتبار أن الآن الوضع الإنساني هو ما يطفو على السطح وليست الأزمات السياسية بطبيعة الحال كاترين. أشكرك من بروكسل سلام كيالي مراسل الغد.